مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بالكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفه الجمهوريه الاستاذ ضياء دندش. مساء الخير يا استاذ ضياء، واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، سعداء بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. ده انا اللي ببقى اسعد والله، دي ثاني مره تقريبا ابقى ضيف، وبعدين انا مش ضيف بقى، انا صاحب بيت، لاني أكيد. اهلاوي، مش عايز اقول زي ما الناس بتقول الاهلاويه الحقنه، لا انا اهلاوي اهلاوي بجد. و ابا عن جد؟ اه طبعا طبعا، بابا الله يرحمه كان اهلاوي حاجه بقى، كان صعب يعني اللي هو ما فيش اكل وشرب لو الاهلي تعادل اتغلب بتاع، يسيب البيت ولازم يروح يحضر الاستاد او الاستاد التتش في نادي الترسانة، الاهلي بيلعب في نادي الزمالك، في اي حته، في استاد زموره زمان كنا بنقول عليه استاد حلمي زموره. فعشان كده انا خدت منه شويه، وبس مش بتعصب يعني، مش يعني عايز اقول لك ازاي، مش بخروج عن الادب يعني، انت فاهم، عمرنا ما وصل بينا الحال ان احنا رحنا شمال قوي يعني، واخد بالك، من غير تجاوز خالص ولا نضايق حد للنادي الاهلي. بس من غير، انا بحب الاهلي وماليش دعوه باي حاجات ثانيه، انت واخد بالك. حضرتك بدات مقالك بالكلام ده، اولا قلت انهم اقنعوك اخيرا تكتب عن اللي بيحصل في الرياضه وفي الوسط الرياضي. اولا مين اللي اقنعوك قبل ما نتكلم عن ذكرياتك مع الوالد رحمه الله عليه وذكريات الطفوله وحبك للنادي الاهلي ومتابعتك له في الاستاد والمباريات؟ بص الحقيقه هقول لك حاجه، احنا من 2011 الحال اتغير خالص في البلد كلها على جميع المستويات، والرياضه طبعا دي برانش او فرع او حته كده ليها اهميه جديده جدا عند الشعب المصري من قديم الازل يعني، من اول ما الكره جت مصر طبعا الشعب المصري الكره دي عنده ايقونه زي ما احنا بنقول بالفلاحي افيونه، كيف خلاص بقت الكره دي. فعشان كده دايما كانوا يقولوا الكره بتفرح المصريين طبعا، في اسهل وفي احسن وفي اصعب وفي اسوا الظروف يقولوا الكره بتفرح طبعا الناس. طبعا الفكره في ايه بقى اللي خلتني اكتب المقال كله عن الكوره وعن اللي بيحصل؟ الميديا بتاعت الكوره دلوقتي مليانه احداث، في منها احداث حلوه قوي واحداث وحشه قوي واحداث غريبه علينا، وعايز اقولها لك ازاي، ظواهر عمرنا ما تعودنا عليها بصراحه خالص، سيئه كلها، يعني حاجات غريبه كده، انت عارف، عايز اقول لك ده في ظواهر كمان لا تقدر تميزها ايجابيه ولا سيئه، تبقى واقف قدامها محتار، يا دي طلعت ليه؟ ايه المقصود زي منها؟ ايه يا استاذ ضياء؟ لو قلنا حاجه من الحاجات المحيره اللي مش قادر تقيمها اذا كانت امر ايجابي ولا سيئ. هقول لك بالفلاحي كده، قله الادب اللي على السوشيال ميديا. زمان طبعا لا كان في سوشيال ميديا ولا كان في بتاع ولا كان في موبايلات ولا كان في، كانت الحكايه كلها القناه الاولى والقناه الثانيه في مازبيرو، واخد بالك؟ والجرايد الورقيه، وهي دي الحاجات، وعم فهمي عمر ربنا يديله الصحه 7 و5 في البرنامج العام خلاص، وكان 5 دقائق الفقره يعني الفقره بتاعته او البرنامج بتاعه كان 5 دقائق، 5 دقائق بقى محدش يزعل مني بال 30 استوديو تحليلي اللي موجودين في مصر دلوقتي خلاص. اولا انا يمكن لسه كنت بدرس معاك قبل الهوا ان المقال بتاعي المفروض المره الجايه عن الاعلام الرياضي، لانه ساحب شريحه كبيره جدا من الجمهور، من الناس تقعد تتابع. عايز اقول لك من الظواهر اللي مش الغريبه شويه او الجديده على مجتمعنا، زمان كان في غيظ، كنا احنا بنسميها غيظ، الاهلاوي يغيظ الزملكاوي والاتحاداوي يغيظ الاسماعيلاوي والحاجات دي كده. النهارده لا، وصل الحال لالفاظ ما تتقالش حتى. حضرتك كاتب في المقال في بدايته ان كنت بتقعد في الاستاد في وقت من الاوقات وحواليك اهلاويه وزملكاويه جنب بعض والناس كويسه مع بعض وبيستمتعوا بالمباراه، صحيح الاهلاوي بينتفض ويشجع الاهلي لما يحرز هدف، الزملكاوي كذلك، لكن التاني ما بيحتكش بيه، يعني الزملكاوي ما يحتكش بالاهلاوي لما بيبقى بيحتفل بهدف الفريق والعكس. نهائي طبعا، واخد بالك، دي حاجه احنا افتقدناها. وصوره المقال قدامنا طبعا على الشاشه. ربنا يخليك. انت عارف شفنا ظاهره، بدأنا نشوف ظاهرة فصل الجماهير من سنين قريبة، مش من بعيد أو يعني من قريب، لما زي ما أنا كاتب كده إيه، الأخلاقيات اختفت بصراحة، الأخلاقيات بمعناها الواسع بقى مش بمعناها الضيق يعني. النهاردة أنا موضوع السوشيال ميديا ده بصراحة أنا يعني الميزة الوحيدة اللي الواحد بياخدها منها إنه يعرف إن فلان مات خلاص، ان فلان حصل له كذا، انما التراشق ده في غير الكوره كمان، انت عارف ده في حاجات بلاوي متلتله والواحد بيقعد يقرا، وانا من النوع بقى اللي ايه، ما بحبش اخش في جدل مع حد،
فبس ما اقعد اقرا احيانا او اتابع في حاجات تغيظك، يعني تلاقي حد واضح من كلامه، ودي حاجه من الحاجات اللي تضايق اللي انا كنت لسه انت بتسالني عليها، انه جاهل جدا بجميع نواحي الحياه مش كره بس، وتلاقيه داخل يا بيبي يضحر ويقاوح وينطح ويشتم في ناس ويعلق على ناس وهو مش شخص مطلع، مش شخص عنده مفيش خالص. وبعدين ممكن يكون ما اتفرجش على ماتش كوره كمان، ولا حتى لو قلت له فلان ده بيلعب فين يقول لك ايه ده، ده بيبيع ايه ده، حاجات كده يعني انت فاهم. ففي ظواهر كتيره جدا ان الاخلاقيات عارف انت لما بنقول برضو بالبلدي كده ابو العريف، كلنا بقينا ابو العريف. طب يعني هنا حضرتك يعني مش قادر تحدد ايه الافيد او ايه الاكثر تاثيرا، الايجابيات ام السلبيات المرتبطه بالتكنولوجي والسوشيال ميديا ونشر الوسائل الاعلاميه وانتشارها وتوسعها بهذا الشكل؟ حضرتك مش قادر تحسم ايه الافضل، هل هي لصالح المجتمع ولا بتضره اكتر؟ بص، هي النسبه الاعلى بتضره للامانه اللي احنا شفناه. يعني لو بتضر المجتمع هقول لك مثلا بتضره بنسبه 75% و25% فايده، لان فعلا الفايده قليله جدا. يعني انا مثلا انا وانت اصحاب مثلا من زمان، والحياه مش فرقتنا، خلتنا شويه ما فيش تواصل ما بنتكلمش، وبعد ده بيحصل معايا، وبعدين فجاه الاقيك ظاهر عندي على الفيسبوك، ببقى فرحان جدا، وبص انهم داخل لك انت فينك اختفيت ليه، فيبدا دي حاجه لطيفه جدا. ممكن تبقى انت عايزني في حاجه مش عارف تتكلم في التليفون مثلا، فبتقوم بتلاقيني فاتح مثلا، فبتقول لي اكلمك ما اكلمكش، ايه رايك حصل كذا، عامل درجه مرجع الناس لتواصل مع بجد. بعض. ايوه التواصل بجد. انما ال 75% الثانيه لا، اشاعات يا بيه وهرتله وكذب وضرب اسفين وتوقيع الناس مع بعض، وزي ما بقول لك ابو العريف. ابو العريف ده ايه؟ ده راجل وست على فكره، مش راجل بس، يعني في سيدات وبنات وبتاع، تبي تخش تقرا البوستات ايه ده؟ انت لا قادر تصدق. وبعدين ممكن يكون انت عندك المعلومه الاكيده الصح عن الغلط اللي مكتوب، فلا بتقدر ترد عشان ما تخشش في جدل، لانه يقول لك ايش عرفك وانت مالك انت واعمل لي بلوك، والحاجات بقى اللطيفه اللي احنا بنقعد نشوفها ونسمعها دي. فالسوشيال ميديا انا من وجهه نظري، انا قبل كده بجد شتمت على اللي عملها، انا قلت الله يلعن اليوم اللي طلعت لنا فيه، لان احنا كنا كويسين. احنا جالنا الموبايل سنه 96 او 95 تقريبا، 96 تقريبا، واخد بالك؟ ماشي اوكي، بنعرف نجيب بعض في اي وقت ومن اي حته ومن تحت الماء ومن فوق الجو والحاجات دي كلها. جت بقى النت والحاجات دي، خلي بالك انا كذا مره اتكلم واقول في برامج وفي المقالات ان ده مخطط، الانترنت والحاجات دي كانت مخطط، لان كمان انت عارف في مؤتمرات الرئيس حضرها قريب والندوه التثقيفيه وحاجات، في مخرجين وفي بقى انا بسميهم عفاريت السوشيال، كشفوا لنا بلودة ان موبايلك وهو مقفول يتعرف عنك كل حاجه، يتعرف انت فين وبتعمل ايه وبتاكل ايه وبتتكلم ايه السمارت فون كده، ايه يا بيه البلوه السوداء اللي جات لنا. عايز اقول لحضرتك ان اي حد تساله يقول لك السمارت فون، التليفونات الذكيه او الحديثه اسهل في متابعتها ومراقبتها، كمان اسهل من التليفونات القديمه الحديثه التقليدية. ده الحديث القديمه اصعب، القديمه اصعب الحديثه ليه؟ ده دايما بنسمعه من المتخصصين في التكنولوجيا، وده على فكره واقع، ده في ناس كتيره جدا وناس عليمه بباطن الامور قالوا الكلام ده وانا مصدقه. شوف انت بتقول لي ايه، الموبايلات الحديثه او الاحدث، هم الجماعه اللي قاصدين المخطط ده ان هم يبوظوا الدنيا بمعناها الواسع برضو، بيحدث بناء على الهدف اللي هو عايز يحققه. انت فاهمني؟ اللي هو يحط لك في التليفون الجديد خاصيه او اي سي او اي حاجه من الحاجات الالكترونيه دي اللي هي تقدر تخليه فعلا. طيب التغير ده اللي بيسمع حضرتك دلوقتي هيقول احنا مش هنقدر نغير سرعه دوران الحياه. طبعا. وان التكنولوجيا فيها بتتطور بالشكل ده. يبقى هاو تو كوب، يعني ازاي نتكيف مع ده وازاي نتعامل معاه وناخد منه الجانب الايجابي بس. ما احنا لازم ازاي نتعامل مع الامر ده، لان مش هنقدر نعطل دوران العلم والتكنولوجيا اللي بتتطور بشكل مش هنقدر نغيره. ولا هتقدر. ازاي نستفيد؟ ايه الحاجات اللي حضرتك بتقول خدوا ده من السوشيال ميديا وبلاش يا جماعه الحاجات دي، ابعدوا عندك في الرياضه او في الكوره؟ بص في كل شيء. والرياضه طبعا، انا عايز اقول ان انا جيت في فتره قريبه من شهور يعني بدات اتغاظ قوي. الله، الناس اللي بتعمل قنوات على اليوتيوب وعماله تبث سم 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 سم، وفي ناس تانية عماله تبث شتيمه 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 شتيمه، ونادرا ما تلاقي حد مثلا عامل قناه مش اخبار ولا حاجه، الاخبار بقت خلاص مرتبطه في كل حته، وحد عامل قناه مثلا مش لاقيه اللي هو عامل قناه مثلا كوميديه، يا اخي اطلع فرفش الناس يعني، اعمل قناه نكت
فين النكته بتاعت حاجات كده، اعمل مونولوجات، اعمل انت فاهم الحكايه دي، اللي هو غير بقى من التناول مع المجتمع شويه، لان الناس كمان زهقانه، يعني الناس زهقانه من الجو المحيط بينا في المنطقه والبلد والحاجات، حاجات تخنق يعني انت فاهمني. فالناس مش محتاجه تضغط عليها كمان بقله ادب وبشتيمه وبحاجات كده. التعامل كنت بقى متغاظ ليه وكتبت ده على فكره، قلت لا النهارده القنوات الشتامه اللي هي ضدنا وضد البلد بره في كذا دوله شغالين الله ينور علينا زي الفل، احنا قدرنا شويه مطلعين قنوات بتبدا ما بتردش بنفس الاسلوب القذر بتاعهم يعني، لكن بتعرض الحقائق، بتعرض لك الحاجات اللي في البلد وبتعرض المواقف وبتعرض ده. وعلى فكره بقت دلوقتي ما بقاش حد بيخبي دقنه، خلاص كل حاجه اتعرفت، اللي القناه دي مش هتقوله واللي الاخبار مش هتقولها خلاص هتيجي على النت معروفه. فبدات اتغاظ، طب هو احنا خلاص القنوات الفضائيه اوكي عندنا اللي يقدر يرد، ولو عايزين نرد بنفس طريقتهم احنا قادرين مش عاجزين يعني. السوشيال ميديا الدوله ليه ما يبقاش عندها المواقع الرسميه بتاعتها؟ خلاص اصل ده امر واقع زي ما احنا بنقول، لا هنقدر نغيره؟ حد فينا يقدر يقفل قناه يوتيوب؟ ولا حد يقدر، واخد بالك؟ حد يقدر مش عارف يقفل موقع ايه؟ ولا حد يقدر. فاحنا النهارده نتعامل بنفس اسلوبهم، اللي هو انا عندي 10 15 قناه يوتيوب مثلا او فيسبوك او لايف او الحاجات اللي بيعملوها دي، لان انا مش عفريت فيها كمان يعني، بتعمل حاجات ضد البلد وضد الرياضه على فكره، تبقى مقصوده تولع الدنيا تعرف. وبعدين تخش تلاقي ايه 50,000 100,000 130,000 بيشاهدوا الكلام ده، كل واحد من 100,000 اللي بيشوفه دول بيقول لعشرة، والعشرة بيقولوا لعشرة، بتاع بقوا 100 مليون، بقوا 30 مليون، يا نهار اسود. وتصحى تلاقي البلد كلها شايط زي حد مثلا في موضوع لطيف قوي بقاله فتره، الاهلاويه كل انا مش هتكلم فيه، مبسوطين جدا بيه ان الحكايه رجعت بقت لطيفه والميه بقت بتجري والحمد لله الدنيا بقت رايقه. لسه امبارح واول امبارح ناس ده وجعها جدا، وجعها جدا، وكان القيامه قامت، فبداوا يهرتلوا بقى بلايفات وحاجات ومش عارف ايه. الاهلاويه الله اكبر عليهم بقى، الاهلاويه اللي بجد حضرتك تقصد ان الناس متضايقه من رجوع الاهلي لشكل الاداء بالظبط كده، وتعاملاته مع الناس، جهاز فني موفق وصفقات جديده والعلاقات وتعاملاته مع بره، وتعاملاته مع الناس اللي بره، ما عندوش ازمات يعني، انه مرحله الازمات الحمد لله، واخد بالك. وبعدين على فكره احنا يعني الواحد برضو اصل الاهلي ده لازم دايما يتحط في جمله مفيده، لو الاهلي ما اتحطش في جمله مفيده ما فيش جمل وما فيش كلام بصراحه. الاهلي طول عمره بص مدرسه في الادب، الشياكه، الذوق، الرقه، الاخلاق، مش عايز اقول المبادئ لان دي ده التايتل بتاعنا من يوم ما الاهلي اتعمل خلاص يعني، دي حاجه موجوده طبيعي يعني، لكن احنا الناس مع الوقت بتكتشف ده واخد بالك. فالتعاملات بتاعه الاهلي مع اي كيان او مع اي شخصيه بتتسم بده، اللي دايما اكتبه بيغيظ ناس كتيره جدا، اقول ايه كابتن الخطيب شفناه عندكم هنا في القناه كم مره؟ ها شفناه هنا في القناه كم مره؟ ده يمكن مره اتنين، القناه معموله في 2008 خلاص، النهارده بقى لنا 11 سنه، مره اتنين لما بقى رئيس نادي خلاص، عمل فيديو مره مش عارف كان ايه في مدينه نصر، وكان في اجتماع مجلس اداره. حتى كمان على مستوى اداره القناه بسمع من زملائي دلوقتي ان كابتن الخطيب كمان بيرفض المبالغه في الامور الخاصه بيه على شاشه القناه، يعني انه رفض حسب المعلومه اللي وصلت لي احتفال القناه بعيد ميلاده، انه ما بقاش في حاجه مبالغ فيها بشكل يعني. شوف بقى هقول لك على حاجه، مصر كلها بقى مش الاهلاويه بس، بس الخطيب ده عندي بص انت، انا اجيب سيره كلمه الخطيب دي او كابتن صالح سليم الله يرحمه، انا جسمي اشعر انت عارف يعني، تلاقيني في حنين او حميميه جوه في قلبي كده ناحيتهم، لان دول بالنسبه لي انا قلت الكلام ده عندكم هنا وبقوله في اي قناه بره. هل حضرتك بتشوف انه طول الوقت انه اللي عايز يتشهر يصبح كبيرا يبقى مشهور يبقى له اسمه يبقى اسمه بيتم تداوله، يحاول انه ينتقد الكبار، يدخل في خلافات مع النادي الاهلي، يقول اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، يحاول يحتك بالنادي الاهلي باي شكل، لانه النادي الاهلي الواقع بيقول انه حتى الشخصيات اللي دخلت من مصر او من خارج مصر في اي نوع من الشراكه او التعاون مع النادي الاهلي اصبحت مشهوره. كل الشخصيات اللي بتتعاون مع النادي الاهلي دايما حتى لو وين وين سيتويشن، حتى لو النادي الاهلي مستفيد بالعلاقه دي والكيان او الطرف الثاني اللي بيتعاقد او بيدخل في شراكه مع الاهلي مستفيد، الا انها بتعمل له نقله كبيره جدا يعني، بدليل النجاح اللي حققه مانويل جوزيه، وقد حقق نجاح كبير جدا للنادي الاهلي طبعًا كرويا طبعًا، ولكن هو كمان اسمه طبعًا اتغير خالص في بورصه المدربين عالميا. الله ينور عليك. الاهلي هنا في تعاملاته
زي ما قلت لك بيتعامل بالاخلاق والشياكه و و و و وكل الصفات الجميله دي. الجهه الثانيه اللي بتتعامل مع الاهلي اذا فرض وحصل مشكله، حصل ضرب في العلاقه، حصل ديفو، حصل اي شيء بوظ او عكر، مش بوظ عكر العلاقه دي، تفاجأ بان الاهلي يلتزم الصمت تماما، حتى لو الطرف اللي قدامه ده مش فاهم ايه اللي بيحصل، فيقوم تلاقيه راح مطلع الاسلحه الثقيله والخفيفه والبيضه والناريه والدنيا كلها، وبدا يضرب في الاهلي يضرب في الاهلي يضرب في الاهلي. حبيبي ده الاهلي ده جبل، اقعد يضرب في الجبل ده، الاهلي ده دشمه، الاهلي ده هرم، اقعد يضرب زي ما انت عايز. صمت الاهلي مش ضعف خلاص ولا طيابه، ده ادب. ودايما الاهلي رؤسائه بمجالس ادارته بجمهوره حتى باعضائه بكل الكيان على بعضه يسيب مساحه كده، حته صغيره مفتوحه، يمكن عقلك يرد وتلاقي نفسك غلطان، فهتيجي تقول سلام عليكم هتلاقي الباب اتفتح، اقول لك عليكم السلام اهلا بيك انا، لا خلاص الموضوع انتهى. حتى النادي الاهلي لو قرر في يوم من الايام يرد على التجاوز، يا اما بالطرق القانونيه او الاجراءات القانونيه او برد مباشر، بيرد بالشكل اللي عايز يرد بيه ويليق بالنادي الاهلي بالظبط، مش بالطرف الثاني في المشكله. يعني دايما النادي الاهلي يقول انا برد على اي اساءه ليا باسلوبي انا بالظبط، بشكل فيه رقي النادي الاهلي ما بينزلش. ايوه الصمت الراقي ده يصيب بعض مش كل الاخرين بالجنان بجد، لا بحاول حقيقي يعني مش بقول لك كده، لا يعني بيجي لهم عقده نفسيه واخد بالك، وبتندرج تحت اي مرض نفسي يعني، بالتجاوز بالالفاظ البشعه خلاص اللي لا نسمعها ولا نقولها، بي 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 ده كله. الاهلي ساكت، سكوته كل ما الاهلي يسكت يتضرب اكتر، كل ما يتضرب اكتر الناحيه الثانيه تتجنن اكتر، انت فاهم؟ فيبدا الغلط يزيد لحد ما كل الدنيا تقول لك الله الناس دي ساكته. شوف حضرتك كل اللي بتعمله قلت رؤساء النادي الاهلي في المجالس المتعاقبه بشوات يا بيه، الراحل الكبير كابتن صالح سليم طبعا، والسابقين عليه، والكابتن محمد عبد الصالح الوحشي والكابتن مرتجي ومرورا بالكابتن حسن حمد وكابتن وصولا للكابتن الخطيب وغيرهم وما بينهم يعني واللي قبلهم واللي بعدهم من رؤساء النادي، انه في شكل في سمت معين ما بيتغيرش، في حد ادنى لا يمكن النزول عنه من الاحترام في التعامل باسم النادي الاهلي. يعني ده اللي اتعودنا عليه. انت عارف حد النهارده حضرتك شايف ان ده اللي مناسب للنادي الاهلي؟ طبعا لا هو ده الستايل بتاعه. وعلى فكره يعني ربنا يدينا العمر على قد حياتنا، يعني مش هنشوف الا ده، واللي جايين بعدينا اللي هم طالعين بقى الصغنططين والشباب والاطفال واللي في الثلاثينات بقى والاربعينات والحاجات دي، دول اللي لسه هيشوفوا الاهلي اكتر، اللي بيسمعونا بكره يقولوا يا ده كان في واحد اسمه ده دندش كان بيقول كذا، او محمد الجندي بيقول كذا، او فلان بيقول كذا، هيلاقوا الكلام ده حقيقي مش بيتغير بتغير الاشخاص خالص. طب انا عايز ارجع للذكريات بسرعه رغم اهميه الكلام اللي حضرتك بتقوله، ايه الحاجه اللي بتتمناها من مشاهد الطفوله مع الوالد رحمه الله، مع الاسره، مع اصدقائك في متابعه المباريات، استمتاع بمباريات الاهلي في المدرجات وفي الاستادات، ونفسك تشوفها النهارده، الحاجه اللي بتحلم ترجع تاني؟ اقول لك على حاجه لسه النهارده، انا ابني الكبير صحفي برضه في الجمهوريه في القسم الرياضي برضه، فالنهارده بقول له شوف لنا يا اخي تذكرتين لماتش المنتخب الاولمبي يوم الجمعه، عايز احضر الافتتاح، هموت يا محمد والله العظيم واحضر ماتش في الاستاد او في النادي الاهلي او في نادي اسكو او في نادي البلاستيك او في نادي الاتحاد السكندري، هموت واقعد في وسط جمهور زي زمان اللي هو الناس كلها تهيص مع بعض، والزعلان قاعد والفرحان قايم، وبعدين ده يقعد وده يزعل وده يقوم، استاد مليان، هموت في ماتشات الدوري والله العظيم هتجنن نفسي. انا خلي بالك الاستادات دي، اصل عايز اقول لك ايه، انت عارف زمان انت فلاح زينا طبعا، يقول لك المصاطب بتاعه الاستاد بتاعه الانديه اللي كنا في الاستادات في الملاعب كانت مصاطب اسمنت، كانتش كراسي خالص، فيقول لك ده البنطلون اتنحل من كتر القعدة على المصاطب دي، من كتر ما رحنا احنا كنا، كان بابا مثلا الله يرحمه يقول لي ايه، يوم الجمعة الساعة 10 الصبح الاهلي تحت 14 هيلعب مع السكة الحديد، فين يا بابا؟ في نادي مش عارف فين، فياخدني في ايده ونروح، هو لو ما عرفش يروح انا عرفت، فهو ماخد بعضي ورايح، واخد بشوف تحت 14 سنة تحت 16، الحاجة الوحيدة اللي كنت مال الوالدة انك هتشتري قصب؟ امي الله يرحمها بقى كنت ايه، اجيلها الصبح كده اقول لك ايه الراجل بتاع القصب واقف على الناصية، ما تجيبي ثلاثة ساخ
يا ابني ما انت شويه هتنزل مش عارف تجيب ايه. لا والنبي هو الله يخليك عشان قبل ما يمشي ده القصب مش عارف ايه فتديني شيلن. طبعا في ناس ملايين ما يعرفوش يعني ايه شيلن دلوقتي. فاخد الشيلن وحطه في جيب البيجامه ونازل وطلع. لا ده مشي، ده انا لقيته مشي. والصلاه الجمعه تخلص كان في بقى في شارع رمسيس اتوبيسات بتيجي من العباسيه ومن رمسيس وبتاع تروح على الاستاد دي ببلاش. نط في الاتوبيس وانا لابس البيجامه والكاوتش، مش الكوتشي، كاوتش بتاع باتا زمان ده، والكاوتشات اللي كنا بنشتريها ب 15 قرش الشوز من الاسعاف من على السور بتاع خلاص. ونخش وكنا ننط من على السور، كنا مش نطلع نذاكر عشان اوفر ثمن التذكره 3 ساغ ولا 20 ساغ ولا بتاع الدرجه الثالثه. خش بقى ونستمتع بالحياه بقى. ما احنا بندي قدوه دلوقتي كل الشباب التزموا. ما فيش حد لا حد بينط من على السور دلوقتي. لا لا ما فيش نط من على السور دلوقتي. الناس دايما لا ده انا عارف الناس ذكريات جميله كلها خلاص. بس ناخد منها الحاجات اللي هي ما تبقاش متناقضه مع اللي احنا عايزين نطبقه النهارده. انا بقول لك شوف مدى الواحد حرصه على انه عايز يروح الماتش. وبعدين اول ما تخش بقى فوق كده من اول ما تبدا المدرج وتبص على المنظر. تعرف اخر ماتش انا حضرته كان منتخب مصر مع الكونغو في برج العرب اللي صعدنا فيه كاس العالم. كان معايا بنتي وكان معايا الله يرحمه يحسن اليه حبيبي الله يرحمه يحسن اليه. ماتش ضربه الجزاء اللي عملها تريزيجيه واحرزها صلاح. كان معايا الله يرحمه يحسن اليه الاستاذ عادل المصري رئيس قطاع القنوات الاقليميه في ماسبير الله يرحمه. ورحت انا وهو وميادة بنتي خلاص. كانت اول مره تروح استاد وكانت هتتجنن. فشوف راحت في ماتش ايه؟ قال لك ده 60,000 و70,000 ده احنا كنا 110 او 120,000 في الاستاد. مش عايز اقول لك لا حاجه من جوه التنطيط ده بالمشاعر. انا شفت مناظر ناس بتتصرف بتلقائيه استحاله الناس دي تعمل كده واخد بالك. فادي حاجه من ضمن الحاجات. قبليها كنت رحت ماتشين للمنتخب برضو كنت انا وعادل المصري برضو الله يرحمه. ماتش الاهلي وتنزانيا اسف الزمالك المنتخب وتنزانيا والمنتخب والسنغال بتاع لما كان الكابتن شوقي غريب بيضرب المنتخب شويه في استاد القاهره خلاص. برضو كانت حكايه لطيفه وفي جمهور وفي نفس الجمهور. الجمهور انه بقى اللي بيحب ناديه وبس. اولا على فكره عشان تبقى عارف نادرا ما كنت تشوف يافطه الاهلاويه رافعينها في الاستاد او الزملكاويه او الاتحادويه او الكلام ده. الكلام ده صدقني شفناه من 10 15 سنه بس جديد علينا. كانت كلها هتافات وهتافات محترمه ومحدش كان يشتم حد. عارف بقى لما الاهلي والزمالك بالذات كان الماتش يخلص وده يكسب او ده يكسب كنت تتفرج على الاحتفاليه بره الاستاد في الاحياء الشعبيه خلاص. اللي ده كسبان الجمهور بتاعه طالع بقى عامل حاجات مش هقدر اقولها واللي ده كسبان واخد بالك. لكن بدون عراك بدون خناقه بدون قله ادب بدون تجاوز بدون حاجات بدون 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 ده الجمهور اللي هو الجمهور اللي زيه زيك. انا كابتن شريف عبد المنعم كابتن حبيبي شريف عبد المنعم حبيبي شيري وصاحبي على ماتش من ماتشات الاهلي الصعبه جدا مع الاسماعيلي في سنه من السنين في جيله يعني وجيل الكابتن الخطيب والمجموعه المميزه دي كلها. فالماتش متازم قوي كابتن شريف كان بيقول وحد من نجوم الاسماعيلي مش متذكر مين عشان بس اختلط عليا الاسم جاب جون حلو قوي في الاهلي. قال لي ما قدرتش رغم ان احنا دخل فينا جون وانا عايز اكسب الماتش والماتش متازم والاسماعيلي حقيقي دايما كابتن شريف يقول كان ند لينا على ملعبه وعلى ملعبه دايما ماتشاتنا على الاسماعيلي كانت صعبه. يقول وانا راجع قلت له حلو الجون ده يعني جون حلو قوي. قال لي ما اقدرش يعني لعبه ممتعه كوره حلوه رغم انه دخل جون في مرمانا بس هو بيستمتع بقى بالجون الحلو هنا بيقول له الجون ده حلو وهنكمل عايزين نكسب يعني هم الاهلي هيكسب الاسماعيلي بيحاول لكن بيقول للكوره الحلوه انا يعني عارف حاجه مميزه. انت عارف في لعيبه كتير من خارج الاهلي يقول لك لما كنا نلعب في ماتش قصاد الخطيب في ناس كانت تقول لك احنا بنسرح ونقعد نتفرج عليه. على ما اتذكر انه كان كابتن محمد حازم. محمد حازم الله يرحمه. انا عايز اقول لك انا فاكر انه قال له حلو قوي الجون ده يا حازم. انا فاكر كابتن الله يرحمه يعني. محمد حازم ده كان فلت من فلتات الزمن الله يرحمه. فكانت في لعيبه كتير في البرامج من انديه ثانيه يقول لك الخطيب لما كنا ننزل بيلعبوا قصاده قصاد الاهلي والخطيب بيلعب يقول لك احيانا كنا بنسرح نسيب الماتش ونقعد نتفرج عليه على ترقيص وعلى طبعا موهبه استثنائيه ما يعني من المواهب اللي ما اتكررتش. الخطيب ده ياما خلى صدرنا وجعنا من الزعيق ومن الحاجات والبتاع. لا لا ايقونه ربنا يا رب يا رب يا رب يديله الصحه يشفيه ويعافي عنه ويكمل شفاه بالخير ويخليه لجمهوره والنادي والبنات والبيت والاسرته والحبايبه. الخطيب ده ايقونه حاجه ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. وعلى فكره مش انا بس اللي بدعي والله في ناس كتيره جدا مش اهلاويه واول مثلا ما حد تيجي سيره اقول لهم كابتن تعبان انا شفته في الماتش الفلاني جعيني طالع على السلم رجله يقول لك ربنا يشفيه. بص ما والناس دي ما تعرفوش يعني يمكن انا
من حبي للحياه والاهلي وللخطيب ومتابعتي ليه وحاجات وبتاع. خطيب ده ايقونه. انت عارف في ناس كتيره زعلت في قنوات بقى غير قناه الاهلي عملوا له فرح العمده في عيد ميلاده. ده بيبو يا جماعه احنا بنهزر، احنا يعني قنوات كتيره يوم 30 ده عملوا له. انا ليا اصدقاء زملكاويه قالوا لي كنا موجودين في ماتش اعتزاله وبكينا في الاستاد وقت اعتزاله انه موهبه مش عايزينها تبطل كوره، الماتش ده مش عايزينه يبطل لعب قدامنا في الماتشات. ماتش اعتزاله ده ما فيش يعني، ده هو من المواهب طبعا هو بيقول لك غير طبيعيه يعني واستثنائيه جدا. كلمه الف شكر دي انت عارف دي طالعه من قلبه، كان مؤثر قلبه ده. احنا لا العياط ده ما كانش يعني لا ازاي انت رايح فين انا اتفرج على مين يعني يعني انت ما فيش. لكن الاهلي انت عارف بعديها زي ما بنقول ولاد يعني النادي ولاد، طلع نجوم ولعيبه استمتعنا بيهم. لكن يا اخي برضه سبحان الله ترجع اقول لك يبقى الخطيب في حته لوحده وبقيه النجوم والحريفه واللعيبه واللي امتعونا دول في حته ثانيه خالص. طيب هنتقل مع بس حضرتك. الكابتن ما زعلش مننا لو بيتفرج علينا، احنا بنحبه فنتكلم عليه براحتك. لا حقك مش هو اللي بيقول لنا اتكلموا عليا. لا اه انت عايز هنتكلم عن بعد السوشيال ميديا والصوره الجميله اللي نفسك ترجع للمدرجات يا استاذ ضياء. هنتكلم شويه عن نجمنا كمان محمد صلاح وما اثير عن اولا بتحبه جدا، والاشاده في مقالك بتقول انه يعني من اللاعبين اللي بتستمتع بيهم وسعيد بنجاحهم وانه بتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظه ويحفظ موهبته ونجاحه. ده فكره شاره الكابتن واشرت لها، حضرتك بتقول هنا ده قرار الكابتن حسام البدري اذا كان شاره الكابتن تبقى من نصيب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا صاحب الخبرات الكبيره كابتن احمد فتحي 17 سنه بيلعب فيرست تيم سواء في الاسماعيلي او الاهلي او اي نادي اخر او تجاربه خارج مصر من نص عمره يعني طبعاً. بيلعب نص عمره طبعاً. 17 طبعاً. سنه بالزبط. كامله بنجاح لاعب محترف بالزبط. سواء في المنتخب او في الانديه بالزبط. كلاعب كره محترف بالزبط. وده مشوار لا يستهان به بالظبط. والنجم الكبير محمد صلاح اللي محقق حاله استثنائيه على المستوى الدولي لم تسبق في تاريخ اللاعبين المصريين. تمام. شوف الموضوع ده ازاي والجهاز يتعامل معاه ازاي من وجهه نظرك. بص لما قلت ده قرار كابتن حسام كان في اللحظه اللي انا كنت بكتب فيها دي من اسبوع او حاجه كانت الدنيا هايجه ومولعه وولاد الحلال اللي هم ما بيسيبوش لولاد الحلال حاجه واخد بالك ما هيجين الدنيا مولعينها وبيسخنوا الحكايه وكانوا عايزينها توصل. صدقني في كارهين كتير جدا يعني في كارهين للبلد فييجوا بيدور لك على شعرايه كده فييجوا هيجوا الدنيا عشان يفسدوا العلاقه ما بين فتحي وصلاح ما بين حسام البدري وفتحي ما بين حسام البدري وصلاح باظت الدنيا بيه. انت عندك دول نجمين ده ما حدش يقدر. فانا كنت مره ساعات اكتب على كابتن حسام البدري في المقالات وهو مدرب الاهلي وكان احيانا يوصلني ان هو لما بيقرا بياخد على خاطره يا اخي افرد التكشيره دي شويه. هو حسام شخصيته كده جد وحازم وصاحب قرار وشخصيته قويه في الملعب وخارج الملعب. الحقيقه هو قدر يعمل لنفسه بعد تجربته مع مستر مانويل جوزيه الحقيقه طبعاً. يعني قدر يعمل لنفسه شكل ونوع من الفانس او صور بيدافع عن نفسه برواز. امام الاعلام الاعلام ما ينتقدوش بسهوله بيتعاملوا معاه باحترام شديد جدا بيعملوا حسابه. بشوف الصحافه والاعلام وكده بتراعيه جدا في التعامل. قدر يعمل لنفسه برستيج وشكل ونوع من الهيبه لكن بسمع انتقادات انه ما تحبش اعلاميا نتيجه إعلامية انه مش فريندلي مش ودود مع الناس يعني ما بقولش زيادة. ان هو مطلوب هو راجل مطلوب شغله بس بس دايما بيقولوا في ذكاء اجتماعي في ذكاء اعلامي في تعامل النجوم او الشخصيات العامه. كابتن البدري بتاريخه ده والسي في بتاعه لاعب ومدرب ومدرب للمنتخب وقبلها مع الاهلي وشخصيه عامه متعرف. مطلوب منه درجه من المرونه اكتر شويه في التعامل مع الراي العام او الاعلام. بص انا مش عارف حضرتك شايف الاشكاليه. لا 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 مظبوط. لا ده كلام مظبوط ما يحسب له او عليه. لما كان بيطلع في مؤتمرات صحفيه واي صحفي او اي صحفيه او حد من اللي في المؤتمر الصحفي يوجه له سؤال ما يعجبوش لا 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 لا, لا. يعجبه او ما يعجبوش حسام على طول الرياكشن بتاعه على وشه بيبان انه صاحب السؤال ده قصد يحرجه فتلاقي رده يبقى عنيف جدا رده ساعات بيبقى هجومي او تقاطيع وشه تبقى مش لطيفه يعني رد الفعل معاه مش لطيفه للي بيسال بس انت قاعد قدام كاميرا انت فاهمني فده بيوصل ليا في البيت. سيبك من اللي قاعدين في المؤتمر الصحفي خلاص اللي بيحصل ده على سكيل ضيق قوي انما ده انت فيه ملايين بتشوفك خلاص ما بقولك لا اي سؤال لازم تجاوب عليه مش عايز تجاوب عليه قول معلش مش هقدر يا جماعه عشان انا عندي اسبابي
لكن بشكل يبقى زي ما انت بتقول ايه في ليونه. لا وكابتن حسام في بعض الاوقات كنت بشوفه خارج من الملعب من الاستاد كمدير فني وفي مراسل بيعمل حوار معاه، في سؤال ما عجبوش في موقف بيشيل المايك ويمشي، يقول له ايه السؤال ده وايه الموضوع ده ومين اللي قال كده وانتقادات ايه، يعني لو حس ان السؤال اقل من اللي هو محققه من نجاح او مش على مستوى ما توقعه من اسئله تناسب الفتره دي من وجهه نظره هو بيكملش الحوار، بيبقى قاسي جدا. مره يعني مره في ماتش للاهلي ومش فاكر مين الحكم، الحكم كان متقلها شويه مزودها شويه مع الاهلي يعني خلاص، احنا بنفهم كوره لان لعبنا كوره كمان مش مشجعين بس، ففي حاجات كانت اوفر شويه ضد الاهلي، وهو حسام واقف كده على الخط ومربع فالكاميرا تقطع عليه وشه، فشويه الحكم جاي فتقريبا حسام بدري ايه شوح او ادى ظهره وعمل حركه، فالحكم جاله على الخط يعني بيترخم عليه يعني، لا الكاميرا جابت الرياكشن يا باشا، حسام البدري بيبص للحكم بصه من فوق لتحت. شفت فاكر المشهد؟ لا 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 شيء صعب جدا. الحكم لو جاي يطردك انت البصه صعبه جدا. انا سوري يعني ده انا ببص لواحد لما بس الحكم ده خد اكشن مع كابتن حسام في الماتش ده، ما انا بقول لك صح، ما انا بقول لك لانه هو البصه بعد الشكل اصلا بانت قوي في الكاميرا وتوقف بعدها لانه قالوا ساعتها ان البصه فيها تقليل من احترام الحكم او الحكام عموما. النهارده انت بقى منتخب مصر، كانت واضحه جدا يعني المشهد كان النهارده انت منتخب مصر، انت النهارده منتخب مصر، فالمطلوب هو انت هنا في الاهلي بتتكلم باسم الاهلي او بتشتغل باسم الاهلي، لكن انت بتشتغل باسم مصر واخد بالك، لازم شويه يبقى انا ما بقولش يطلع اسرار شغله وما بيقولش يقول ولا يعيد ولا يزيد ولا بتاع، لا يبقى فيه زي ما انت بتقول تعامل لطيف مع يعني اللي هو انت عارف يقول لك لاقيني ولا تغديني، عارف المثل الفلاحي ده، هو ده كده يعني، انت شوف تقابلني بالحضن وبوس وبتاع بس ما تعزمنيش على العشاء، مش عايز اتعشى. طيب ما هو بالمنطق ده كابتن حسام او غيره من المدربين اللي طريقتهم مماثله او مشابهه اللي هم طف شويه في طريقه التعامل مع الاعلام مع الراي العام، في واحد بقى انا اسف التعبير يعني يجي يقول يا جماعه هم انتوا هتناسبوه ولا عايزين شغله ونتائجه، يعني في ناس يقولوا كده، يعني في ناس يجي يستنكروا الكلام ده اللي هو كتير مننا بيطالب بيه انه يبقى في ذكاء اجتماعي اكتر، في طريقه مرنه اكتر، في بشاشه في التعامل مع الاعلام أقولك. لكن في ناس تقول يا جماعه انتوا عايزين شغله، انتوا بتشتغلوا بشكل بروفيشنال ولا احنا بنتكلم في حياه الراجل وشخصيته بقى وطبيعته الاجتماعيه؟ أقولك احنا عايزين الاثنين خلاص، دي في ايده هو. يا راجل احنا شفنا جوزيه بيضحك قليلا، حلو نادرا قليلا جدا يعني، الاهلاويه بيعشقوا التراب اللي بيمشي عليه، بس عشان الاوت كام بتاعه كمدرب، الشغل اللي عمله مع اللي وفره له النادي عمل تجربه اعجازيه. وبعدين انت عارف ايه كان في التدريبات لما كنا ساعات كده الدنيا تبقى حلوه وكنا بنحضر التدريبات في الاهلي، مانويل جوزيه كان يعمل حاجات مع اللعيبه في الملعب، تلاقي الجمهور اللي قاعد بيتفرج على التدريب بيسقف له هو، فتلاقيه حي الجمهور مش بيضحك، لا ليه رياكشن لطيف مع الجمهور واخد بالك. البدري حسام البدري ليه لقطه شهيره في يوتيوب كده بتاع الولد الصغير اللي راح مش عارف ايه وسلم عليه ويعني حاجه كده، طبعا له لقطات مع الجماهير والسلام واستقباله قبل درجات الجمهور، لازم لا مش على طول الخط يعني، في مشاهد جيده جدا له كمدير فني مع الناس والتعامل هو كمدير فني انا مش هاجي جنبه خالص الا لما اشوف عمل ايه، هو لسه ما ابتداش وبداية تجربته، فاحنا قلنا التقييم هيبقى بعد فترة كمان مش على المستوى الشخصي. بس انا عايز ارجع للنقطة دي، حضرتك مع اميل للرأي اللي بيقول مشوار لاعب بحجم احمد فتحي بنقول 17 سنة درجة اولى منتخبات وأندية، مش 17 سنة مشواره مع الكورة مشواره اكتر من طبعًا كده طبعًا طبعًا النجم في الفيرست تيم في فرق في الممتاز داخل وخارج مصر وصولا الى نجاحه الكبير مع النادي الاهلي، وواحد من ستارز منتخب مصر في عدد من البطولات وارقام قياسيه حققها، والى الان بالبرفورمانس او الاداء اللي بنشوفه في المباريات دي اللي هو كل ما نقول احمد فتحي كبر بيفاجئنا بمعدلات ادائه في الملعب زي ما شفنا في الماتشات في بدايه الدوري، كل ما يكبر يحلو يعني، لا بيفاجئنا انه داخل في تحدي مع نفسه انه ازاي ينافس ويرجع ويبقى المنافسه هو ولا محمد هاني النجم الجديد الصاعد، يعني عامل حاله مخليه الكل بيقول لا ده نجم مؤثر وهو بيرجع منتخب مصر تاني. مين اقدر، هو ولا محمد صلاح اللي هو الاشهر عالميا في الجيل الحالي من لاعبي مصر وواحد من اشهر لاعبي العالم على الاطلاق حاليا، نحسبها ازاي او ايه الراي اللي يكون عادي؟ طب انا هقول لك حاجه برضو، في سنين قبل كده يعني من 15 سنه مثلا 20 سنه حاجه كده، كان كابتن الفرقه اي فرقه اي نادي المنتخب كان كابتن بحقه حقيقي جوه الملعب بره الملعب في اوضه اللبس خارج النادي خارج سور الملعب واخد بالك، كابتن بمعنى كلمه كابتن. افتقدنا احنا النوعيه دي بقالنا سنين طويله، عارف من امتى؟
من ساعه ما الملايين دخلت في اسعار اللعيبه بامانه شديده يعني. خلاص بص اعتقد تديني شرط الكابتن ولا تاخد لك 2 مليون جنيه؟ لا اخد 2 مليون جنيه. ده في كتير كده خلاص، ولظروف كتير احنا مش هنقعد نتكلم فيها. عملت جاوب بدبلوماسيه يا استاذ ضياء وما قلتش تتحل ازاي القصه. لا ما انا هقول لك. بص يا بيه، التوليع اللي حبوا يعملوه بين الثلاث اطراف كابتن حسام محمد صلاح احمد فتحي، خلاص حسام البدري افسده لما عمل تصريحات، وده ذكاء منه، ده ذكاء مهني. ان انت لما تلاقي الدنيا السوشيال والبتاع والعك ده كله ونقاد رياضيين وبتاع، خلي بالك مش السوشيال بس يعني، واخد بالك ما في ناس ليها مصالح برضه في الحاجات الجميله دي يعني وليها اهواء. طبعا راح طالع مخلص الحكايه في حوار في تصريح حاجات كده خلاص. فتحي طبعا لتاريخه، فتحي برضه من النوع اللي عمري ما شفته بيضحك في الملعب، تخيل احمد فتحي جد قوي بس مش للدرجات دي يعني. هو يعني مركز بيبقى الماتش كله 90 دقيقه. لا هو مش بيضحك كشري ولا ريزل. لا 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 هو طول الماتش من النوع اللي جد قوي، اللي هو فايتر قوي في الملعب. الراجل ده ساعات بيعمل فاولات من الحماس بتاعه، شنشنه زياده. انا ببقى عايز يدي فريقه، اقول له والله انا كده، اقول له يا راجل حرام عليك يعني. انت عارف وانت بتتفرج تلاقي نفسك بتكلم، هو لاعب مقاتل، لاعب فايتر، وتركيزه من بدايه المباراه لنهايتها بيلعب كل الوقت بنفس درجه. يا بيه ده ما اعرفش مين من ما عندوش تخاذل ابدا. نجوم افريقيا العالميين بتوع اوروبا لعب مره قدامه، لا ده جابه ارض ده وقفه، ده مفيش، ما كملش ربع ساعه ما عرفش يلعب كوره. ففتحي اذا كنا بنتكلم على التاريخ والاقدميه و و و والسن والخبره والمكانه وحب الحب اللي بيتمتع بيه من جوه المنتخب نفسه، من جوه اللعيبه نفسها، مش بس على مستوى جمهور النادي الاهلي، لا 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 كله يعني. فتحي عارف قيمه احمد فتحي وتاريخه اخلاقه وحجم البطولات اللي حققها. وبيني وبينك بقى عايز اقول لك، ما لعيبه الاهلي كلها اخلاق، هو في حد بس كمان في لعيب بيضيف لموضوع ان لعيب اهلي ولعيب ستار ولعيب محبوب اعلاميا كمان نجاحه بالارقام، ان لعيب في مشوار حقق اللي حققه احمد فتحي بيبقى عنده كريدت كبير قوي. بص يا باشا احنا بنتكلم على حسام، عاشور ازاي؟ رصيد بطولات وانجازات حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. في نماذج كده بتبقى عليها سبوت بتنور كده، انت فاهمني؟ كابتن اسامه عرابي لما وصلنا للاهلي ربنا يديله الصحه. طبعا وكان رقم قياسي في عدد المشاركات وسنين اللعب في الاهلي. انا كنت نموذج للعيب الكوره. اسامه بيلعب اقول لهم جرار مسك الكوره، جرار بيجر الفرقه كلها وراه يعني. لا في نماذج كده. لكن انا بالنسبه للموضوع ده انا بقول لك صلاح صدقني بقى مش محتاج حاليا شرط الكابتن، لا هتضيف له ولا هتقلل منه. صلاح على المستوى العالمي لم يعني مفيش لعيب يا سيدي عربي خلاص، مش كنا بنقول رابح ماجر ومش عارف مين بتوع المغرب وبتوع تونس واوروبا؟ النهارده محمد صلاح قفل الليله دي يا باشا، جاب درافة. وامبارح الحمد لله الحمد لله تريزيجيه بدا يسعدنا امبارح، ده الاخر ابننا الغالي ده اللي عمل ماتش حلو وجاب جول جدا. احنا بقينا قاعدين بنتفرج في القهوه، انت عارف احنا الاول محمد صلاح بننزل عشان نتفرج عليه ونتعفرت عشانه، ولو جاب جول الدنيا تتكسر وحاجات كده. النهارده صلاح مع تريزيجيه، طب وبعدين؟ فبقينا صدقني بقينا ايه، تريزيجيه يلعب كره حلوه الناس بتشجعه، وصلاح يلعب كره حلوه الناس بتشجعه، واخد بالك؟ فصلاح على المستوى العالمي والدولي والحكايه دي، ولسه سنه صغير 25 26 سنه، سال عمره قدامه ربنا يكرمه ان شاء الله. هتيجي فتره يعني، هتيجي تعرف فتره. تعرف صلاح، هو تعرف صلاح لو قعد سنتين كمان في ليفربول والله ياخد كابتن ليفربول سنتين، واخد بالك؟ لان هم هناك حسبتهم في اوروبا غير حسبتنا احنا هنا خالص. احنا برضو هنا عندنا شويه عاطفه، خلي بالك. اقول لك فتحي كابتن وخبره وقديم واكبر و و و و و هناك ما بيحسبوهاش كده. هناك في ناس زي ما احنا كنا في فرق استاذ ضياء عندها تصويت، بتختار، بتعمل انتخابات. محمدي مش المحمدي يبقوا ثلاث كباتن للفريق، المحمدي كابتن استون فيلا المحمدي، وكان الكابتن الفرقه اللي قبلها هي كانت نيوكاسل او حاجه كده يمكن، الفرقه اللي قبلها هال سيتي كان الكابتن بتاعها برضه، وده مصري بقى، لا انجليزي ولا امريكاني ولا يوناني، واخد بالك؟ فهناك ليهم حسبه فعلا زي ما انت بتقول. معلش انا اسف انا قطعت كلامك. في فرق بتعملها بالانتخاب، وفي فريق المدير الفني بيكرم فلان او عايز يميز اللعيب ده، هو انتاجه مخلي المدرب عايز يديله مكافاه، مكافاه انه مميز، يديله الاشاره. وفي مدرب تاني لا، انا شايف ان ده شخصيته اقوى ويقدر يبقى قائد او ليدر فعلي زي ما قلت لك من شويه، جوه وبره وفوق وفي المدرج. ومجدي طلبه كان كابتن مجدي في وقت من الاوقات، النجم مجدي طلبه كان كابتن نادي باوك في اليونان. طبعا في وبالانتخاب، طريقه انتخاب الكابتن طبعًا هناك طبعا قائد الفريق. فحته تعرف الشاره دي بيني وبينك
يعني انا انا يعني هل ممكن نقول للناس يا جماعه ما نعملش او ما نفتعلش منها ازمه ان شاء الله؟ لا 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 الجهاز الفني لا لا مع طبعا النجمين احمد فتحي ونجم النجمين احمد فتحي ونجم محمد صلاح لافضل شكل ممكن، واللي يحافظ على العداله وعلى الروح الايجابيه في الفريق، وانه يوصلوا للقرار الصائب يعني، عشان ما نفتعلش دي ازمه بقى جديده في المنتخب وهنقعد الاعلام يتكلم يعني. بص اشعر احساس داخلي من الانطباع الشخصي اللي انا واخده على احمد فتحي من يوم وهو كان بيلعب في الاسماعيلي حد، والانطباع الشخصي اللي عن محمد صلاح من يوم ما شفناه في المقاولين وطلع بره وربنا كرمه، خلوقان، دول بني ادمين عندهم اخلاق رهيبه. فمن اخلاق محمد صلاح انا شايف احمد فتحي ده اخوك كبير، اخوك كبير وفعلا جوه الملعب كابتنه، ما دي ما فيهاش فصال. فصلاح اعتقد انه اخلاقيا وخلقيا وخلقا وادبا انه اكيد قال للكابتن حسام البدري ده احساس توقعك او احساسك بالموضوع، مش هنعمل ازمه عشان الموضوع ده، كابتن فتحي اولى اعتقد، عشان كده الحكايه قفلت خلاص، واخد بالك؟ وكابتن حسام قال لك احنا هنأجلها لا مش هتأجل يعني الموضوع، بس الناس تشوفه في اطار انه والله الجهاز الفني فكر في فكره ناقشها مع النجمين والاحق بيها هيكون. طب معلش انا مش هعمل عليك مذيع، مش نقول كل حاجه، لا طبعا اتفضل. لا انا مش هعمل عليك مذيع، لو كابتن حسام البدري ساعته الهيصه دي والولعه والحريقه دي راح طلع قال لك احمد فتحي كابتن المنتخب، الشرع مع احمد فتحي، ما كانش حد يقدر يلومه لانه عمل القرار اللي هو حسب هو ده بقى، هو ده بقى حسابات العمر والانتاج، هو ده اللي انا كاتبه المنتخب للاحق، هو ده اللي انا بقى اقصده في المقال يعني، هو ده اللي انا اقصده في المقال. خلاص كابتن حسام اطلع احمد فتحي، ومش لازم تقول عشان واحد اتنين تلاته اربعه. بس الناس عشان ما تقولش بنتكلم في قناه الاهلي او بتكلم عن نجم من نجوم الاهلي، لو كانت الاهلي معكوسه كان اللعيب اللي من خارج الاهلي هو الاكثر خبره واللي عطاء وعدد السنين دي والبطولات دي، كنت قلت هو اللي حط شرط ايا كان نجاح اللاعب التاني يعني، بتكلم بدون المظهر لمعايير النجاح. ما احنا ممكن احمد فتحي مثلا ما كانش لاعب، ومعرفش مين فوق ال 30 ما كانش لاعب، وطارق حامد مثلا 28 29 سنه تقريبا في الحدود دي تقريبا يعني، وهو في المنتخب مفهوم. طارق يجي اهلا وسهلا. طيب عايزين نتكلم عن امر تاني استاذ ضياء، هنتكلم شويه عن ما فعله الدكتور جمال محمد علي، ووضح لجنه شباب والرياضه بعد الاستجواب اللي قدم في مجلس النواب يعني حقيقه الامور، وان اللجنه الخماسيه الحاليه وهو نائب رئيس اللجنه الدكتور جمال بريئه تماما بالتواريخ وبالوثائق من فكره او من المسؤوليه عن بطلان صوت مصر في الاتحاد الدولي من اجل التصويت لمحمد صلاح كافضل لاعب في العالم. حضرتك شايف ازاي الاشكاليه، ويعني ايه تصويت وبطلان صوت مصر حتى لو مش المسؤول اللجنه الخماسيه الاتحاد السابق عليه؟ التواريخ اللي اعلنت في اطار الازمه دي اما اتعملت انصفت على فكره اللجنه الخماسيه، انصفتها لان كان حكايه التصويت والكلام ده على ما اتذكر كده لانها كانت في اغسطس، هي كان 16 يعني ارسل صوت مصر او الاتحاد المصري 16 اغسطس، واللجنه دي تم الاعلان عنها وتكلفها 20 وتولت بشره مهام العمل 24. طيب فقالوا التاريخ ده ما كناش موجودين فيه يعني، حلو كان في الوقت اللي قبل 20 اغسطس ده وقبل 16 كمان، كان الاتحاد السابق كانت الدنيا متربقه فوق دماغهم بعد كاس الامم يعني، كانت الدنيا كلها مش بتقطع فيهم، ده كان يعني محدش طايق محدش طايق الهدوم اللي عليه يعني، احنا كلنا كنا كده واخد بالك. ففي وسط الهيصه والزنبليطه ولا لا هنمشي مش هنمشي والاقاله والاستقاله والبتاع، وطلعوا بعضهم طلع على القنوات واتكلم وقال وعمل و و و و كل ده، نسيوا الكلام ده في النص، مع ان ده شيء مهم جدا، فهم اللي تحملوا ده. وعلى فكره الكلام ده اثبت بالفعل من اكتر من جهه خلاص، ولكن يعني المفروض او ما اعرفش ده حصل ولا لا، انا يمكن ما تابعتش لجنة الخماسيه، مش يعني مش تعتذر، اصل هتعتذر عن حاجه هي ما لهاش ذنب فيه، لكن ما اعرفش في الوقت ده لما بدات التواريخ تتكشف والورق يطلع والحاجات دي ما عرفوش يردوا يعني، ده اللي انا كنت حاسه، ان مش خايفين يردوا يتورطوا في حاجه، خايفين ما يردوش يقولوا انتوا ساكتين يبقى انتوا اللي عملتوا، تفهمني حالة هو رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حاليا عمرو الجنايني قال انه اجرى اتصال، ده كان في المؤتمر الخاص بالاعلان عن التعاقد مع الكابتن او تكليف كابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب، قال انه اجرى اتصال اوضح فيه كل التفاصيل لنجمنا محمد صلاح، وان اللاعب حسب رواية الكابتن عمرو الجنايني تقبل الامر او اي خطأ اداري او اجرائي قد يكون حدث وتسبب في بطلان الصوت. فاحنا خلاص اللجنة الحالية
تم تبرئه من هذا الامر بعد المناقشه والاستجواب بالزبط. في لجنه شباب ورياضه في مجلس النواب. ولكن فكره الخطا ايا كان من مين، ما بنقولش فلان او علان او المجموعه دي او السابقه، برضو مش محتاجين نراجع نفسنا شويه ان احنا مش عارفين نتعامل مع الاتحاد الدولي في اننا يبقى صوتنا بيرسل بشكل ايجابي ومؤثر في عمليه التصويت؟ طبعاً. حاجه زي دي طبعاً. معقده يعني، يا كيمياء الموضوع زي ده. شيء محزن. وبعدين انت بتجيب سيره الفيفا، احنا عندنا المهندس هاني ابو ريده بسم الله ما شاء الله ده احد كوادر واحد الجبابره في الفيفا. طب وايه فين والكلام ده عنده، فين والكلام ده عنده وفهمه، يعني المفروض خطا زي ده ما كانش يعدي. لكن اعتقد ان اللجنه بتدير الاتحاد بنسبه نجاح معقوله. انت عارف اللي هو ايه، عايز اقولها لك ازاي، دي لجنه مؤقته بتصير الامور لحد ما يحصل انتخابات وجمعيه عموميه وحاجات من دي. هل ممكن يكون ارسال صوت مصر تصويت من اجل نجمنا محمد صلاح حصل في الفتره اللي بنقول عليها الترانزيشنال فيز، الفتره الانتقاليه اللي بين خلاص الاعلان عن نهايه عمل الاتحاد السابق بعد كاس الامم وتكليف واختيار اسماء اللجنه الخماسيه الحاليه، فكان شويه الامور مش واضحه ومين اللي معاه الصلاحيات ومين اللي بيعمل الاجراءات ده، ممكن يكون اللخبطه دي حصلت؟ الدنيا بايظه ووقعه، الدنيا بايظه ووقعه خالص يعني، في فتاه الامر ما بين القديم والجديد، في مسافه كده يحصل فيها حاجات كتير، يحصل فيها حاجات كتيره جدا وحاجات كتيره تبوظ. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، تفكير شيطاني بقى والله، ليه نظلم الناس؟ هو حسب تأكيدات كمان من زملائي ان قال، اضاف الكابتن عمرو الجنايني انه الخطأ حدث في هذا التوقيت، وكان المسؤول عن الاتحاد حسب روايته، حسب رواية كابتن عمرو الجنايني، اللواء ثروت سويلم اللي كان مكلف بهذه المرحلة الانتقالية لحين تكليف لجنة كده، وكان بيؤدي فريضة الحج في الوقت ده. بالظبط ده كده، يعني ده استكمال للمعلومات اللي قالها كده. ودي المعلومات دي على فكرة اتقالت وقت حدوث الأزمة، يعني ان الامور تاهت، يعني احنا في فتره بس ما اتقالتش بشكل رسمي، اتقالت بشكل تسريبات، اللي هو فلان بيكلم فلان في التليفون على جنب يقوله لا ده صار وسيلوم نفسه كان جزء، فالناس تطلع تكتب على المواقع وتكتب روايات بقى كتير عن بالظبط، وده يبقى ياخد النقطه دي يحط عليها ثلاثه وده يحط عليها اربعه، يعني هو بس خطا نتمنى ما يتكررش. طبعاً يعني حتى طبعاً. الفترات اللي يبقى فيها تغيير لكيان او لمجموعه اشخاص بيديروا كيان رياضي في مصر، نتمنى يبقى فيه بوليسي معينه او طريقه معينه او سياسه معينه او بروتوكول ازاي يدار في مرحله انتقاليه. انت عارف انا من المجموعه دي الى المجموعه دي يبقى برضو الاجراءات ماشيه ازاي؟ انت عارف انا التركيبه بتاعت اللجنه الخماسيه انا شخصيا عجباني، الجروب على بعضه كده الخمس اشخاص، تركيبه تحس ان اللي اختارها ده معلم بحق وحقيقي يعني، واخد بالك، تخصصات والخمسه بخمس مثلا تخصصات، لا ده بحوالي 15 او 20 تخصص، واخد بالك. فاعتقد الناس زي دي بالعقليات دي وبالخبرات دي، كلهم خبرات في 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 الوسط الرياضي، ما حدش يقدر ينكر يعني كلهم في مجاله يعني. ما اعتقدش ان اخطاء زي دي، احنا خلاص صلاح في برضه استفتاء تاني اهو قريب، واخد بالك، واكيد في تصويتات وفي حاجات وبتاع، اعتقد لا خلاص بقى. نتمنى يعني نتمنى ان اللجنه بالخبرات اللي حضرتك متفائل بيها دي تكون موفقه في مهامها، لان ده هيطور المسابقات في مصر والرياضه، هيدعم منتخباتنا، بس الدوري يشد حيله وينتظم يعني الموضوع، حتى الدوري اللي هو في الدور الاول اتحط جدوله وبعدين هنعدله وهنرجع الوقت ده، هنقدم الماتش ده عمرك يعني، بس هي كانت بادره في توقيت مش مناسب. انت عمرك اطول من عمرك، كنت لسه هقول لك مش معنى ان حصل ده، بص في حاجات كتيره جدا في البلد بتتعمل إيجابية، مش شرط ومش لازم ومش ضروري إحنا نعرفها، لا في حاجات تخص الدولة كدولة خلاص، منها ماتشات الكورة دلوقتي، ما إحنا معلش عفوا يعني بيجي ماتش كورة بنلاقي شوية عيال بتطلع بتشتم، وشوية عيال معلقة يافطات لا مؤاخذة قلة أدب، وشوية عيال مش عارف بيعملوا إيه، مخلين واحد زي حالاتي مش عارف يروح يتفرج على ماتش. يعني انا عايز تروح تستمتع بالمباراه من غير شد وجذب، يا راجل بقول لك دخلنا الاستاد عشان نتفرج على ماتش من البتاع ده، اول ما دخلت عينيا دمعت افتكرت وانا صغير الحاجات دي، واخد بالك. فالنهارده ازمه الانتظام الدوري والحاجات دي حبوا برضو ان هم يستغلوها ويضرب في مقتل ويعمل لك ازعرينا وشعلالينا طب الماتش ده تاجل اهلي والزمالك، احنا نعرف ليه. انا حتى كصحفي خلاص ما ينفعش اكلم حد اقول له هتاجل ليه، والله الحد ده حتى لو هيقول لي في ودني بيني وبينه كده اخويا انا مش هقول، لكن ما ينفعش هو يقول لي. استاذ ضياء ده الناس دلوقتي بتعمل مليارات بره من الدوريات والامور بتبقى منتظمه ومتخططه سنتين وثلاثه وعشر سنين قدام، بلاش نقول 20 سنه، واحنا هنا الامور ما بين
التعصب اللي حضرتك قلت عليه انه عامل عبء كبير جدا على الدوله، وايضا تعامل الدوله مع الكره عوده الجماهير لسه بحرص شديد ويعني ايه على استحياء فكره، لحد ما بنسمع دلوقتي للاسف بعض المحللين في استوديوهات تحليليه بيدخلوا مصطلحات الامن القومي في الكوره. يعني وصلنا لمرحله ما لهاش علاقه بالرياضه والكوره عالميا. الناشونال سيكيورتي لاي دوله لا يشار اليه في الحديث عن الدوري في الدوله خالص، لان فده كلام عندنا احنا بس متفردين بيه. فاحنا بس الامور من ناحيه الدوله ان شاء الله تقدر تصل لافضل سيناريو والجماهير كمان تساعدها ونبقى الامور ابسط منتظمه بتكسب فيها ربحيه فيها تسويق ناجح. شفت كلوب الاسبوع اللي فات الماتش اللي كان قدام ارسنال دخل خمس ست اولاد 16 سنه و17 سنه في ليفربول، يا خبر ابيض على الماتش. والماتش بص بقى حضرتك بتتكلم على ماتش توتنهام وليفربول ارسنال وليفربول 5-5 وضربات الترجيح. بص يا بيه انا من يوم ما بدانا نتابع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح احنا كمصر اول مره اشوف كوره حلوه ممتعه تخطف قلبك تلاقي نفسك تقول يا اللي هو من الولاد الصغيرين بتوع ليفربول دول عملوا ماتش يا استاذ. عشان كده واحد صاحبي بيقول لي الجمهور خد يعني خد متعه كوره من الماتش ده باكتر من قيمه الفلوس اللي دفعها لما يشوف 10 اجوان وبعدين ضربات ترجيح واكتر من صلاح وماني وفيرمينيو والجماعه دول. احنا اتمتعنا بالعيال دي صحيح، حريفه كوره قوي، حريفه كوره قوي، واخد بالك حريفه حريفه بجد. فعايز اقول لك تاني يوم كلوب طلع قال لي ايه؟ قال لك انا بفكر انسحب من الكاس دي لان انا مش عارف اعمل ايه، انا بلعب بطوله اوروبا وكاس مش عارف ايه وكاس ايه وهم عندهم اتنين كاس ودوري ومش عارف ايه. انا فاحنا المصريين حتى لو زياده قلنا له يا اخي انت عندك فرقه لعبتها قدام ارسنال العب بيها الكاس ولو خرجت محدش هيلومك، واخد بالك، وتبقى اسمك عملت فرقه تانية. شوف بقى انتظام الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها، الدوري الانجليزي ما سمعناش عن ماتش اتاجل ولا ده، انت بتفتح النت قبلها باربع ايام يوم الاثنين الساعه 9 ليفربول وليستر سيتي، هي 9 حصلت بقى مش عارف ايه ما حصلش الماتش جاست 9 تلاقي الحكم بيصفر. لسه بيبلغوني ان بس في محتمل تكون هناك مشكله في التوقيت الخاص بمباراه ليفربول واستون فيلا في كاس الاتحاد الانجليزي لارتباط ليفربول بجدول المشاركه او مواعيد المشاركه في كاس العالم للانديه. يعني بس دي بطوله كمان بتتعمل فتره واحده وفتره قصيره جدا، بطوله مجمعه في فتره معينه من السنه. فهو عشان كده لازم ازاي تتحل، بس هنشوف بقى ازاي التعامل مع ده بالظبط، ازاي المرونه في التعديل بشكل يعني يرضي كل الاطراف. صحح لي كده، كنت سمعت او قريت ان اللجنه الخماسيه هيجيبوا لجنه او خبراء من انجلترا او من اسبانيا او يعني خلينا نشوف اللي هيحصل، بلاش نستبق الامر او نقول توقعات، احنا وقتنا بينتهي. هل حضرتك حابب تقول اي كلمه او توجه اي كلمه للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي او لمشاهدي القناه او للمسؤولين ومجلس الاداره بقياده الكابتن خطيب في نهايه الحوار؟ بص جمهور الاهلي هتفضل طول عمرك عظيم، وهتفضل طول عمرك مؤدب، وهتفضل طول عمرك بتشتري اللي يشتريك واللي يشتري ناديك ويحطه على دماغه. دي رسائل على فكره واصحابها عارفينها يعني اذا كانوا بيتفرجوا علينا. النادي الاهلي زي ما بيقولوا ايه، يا جبل ما يهزك ريح، واخد بالك، اتضربت كتير واتطعنت كتير واتهنت كتير واتشتمت كتير وعفت لسانك بتجنن اللي قدامك اللي بيعمل كده معاك. مجلس اداره الاهلي عايز اقول حاجه، هي ما تزعلش بس انا متغاظ منها قوي. سريعا اذا امكن جدا بسرعة. جدا في ناس عامله قنوات على اليوتيوب بيطلع يهرتل ويقول اي كلام وانا كاهلاوي بزعل. اصل انا النهارده تواصلت مع 5 من مجلس اداره النادي الاهلي وقالوا لي 1 2 3 4 5. هنا كمان في اشاده، وحضرتك هتكمل كلامك طبعا بالزميلين الاستاذ محمد القوسي والاستاذ احمد الخضري في برنامج اهلاوي وزملكاوي. حضرتك قلت ان ده نموذج البرنامج الرياضي اللي بيقدم الرؤيتين والاختلاف في الانتماء. ده انا فوجئت، وهم على فكره ما يعرفوش ان انا هكتب عنهم نهائي. حضرتك اشدت بيهم في المقال ده. مجلس اداره الاهلي ارجوكم ارجوكم، الاستاذ شريف فؤاد ده عشره عمره صديق عزيز وحبيب شخص ممتاز، لما حد يطلع يقول كده معلش عفوا لازم يترد، لان ده بيكسب بونت على مجلس اداره الاهلي ان هو راجل مخترقهم وصاحبهم. مجلس اداره الاهلي ما حدش بيفتح بقه بكلمه من اول الكابتن لحد اصغر واحدث واحد فيهم، دي معروفه كويس جدا. اللي بيطلع
عايز يكسب جماهيريه. انا بقول لك والله العظيم ما بكذب عليك، انا ببقى قاعد محروق دمي منين اقعد افكر في اعضاء مجلس الاداره من اول الكابتن لحد ما فيش حد بيتكلم. طب نصل الى الجمله الاخيره طيب. علشان انا القوسي القوسي والخضري عاملين حاله لطيفه جدا، الاهلاويه والزملكاويه اللي احنا بنتكلم عليهم في اول المقال اللي كانوا بيقعدوا على بعض مع بعض على المصطبه في الاستاد او في النادي الاهلي، الاعلام الرياضي اللي حضرتك عايزه والتشجيع اللي حضرتك عايزه والاختلاف الايجابي الصحي. نعم. كابتن محمود الخطيب ربنا يديك الصحه ويخليك لينا رب وللاهلي ويمد في عمرك ويمتعك بالصحه والعافيه. بشكر ويكمل شفاء عليك يا رب يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الجمهوريه استاذ ضياء دندش، شكرا جزيلا لحضرتك. استمتعت بيك وبالاهلي وبالناس اللي بتتفرج علينا وبالقناه وبكل حاجه حلوه. نورتنا يا استاذ، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم على المتابعه، نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.